التاريخ باعتزاز أن الفكر الأمني في مملكة البحرين يتجاوز بكثير مسائل التصدي للجريمة، معتبراً أن تعزيز الانتماء والولاء يمثل البوابة الحقيقية للأمن الشامل، متخذاً في ذلك من الجوانب الفنية والإبداعية سبيلاً لإعلاء قيمة الهوية الوطنية. عملت مملكة البحرين طوال عهدها على تعزيز الفن والإبداع وإذكاء الروح الوطنية، وشكل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه دعماً للإبداع في كل المجالات. وفي هذا الإطار تعد الفرقة الموسيقية للشرطة بتاريخها العريق والذي يقترب من قرن من الزمان إحدى الأدوات الإبداعية المشعة بمعزوفاتها وطنية وانتماء. مضت الفرقة وبدعم كامل من الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية، مضت في مسيرتها الفنية الرائدة وتعزيز حضورها في المحافل والمهرجانات العالمية، حيث مرت بمراحل تطور كثيرة بعدما تأسست عام 1929 كأقدم الفرق الموسيقية بالمنطقة. عملت الفرقة ومنذ تاريخها على إرساء الشراكة المجتمعية، فكانت تجوب شوارع العاصمة وتقدم للجمهور عزفاً وحفلات في الحدائق والمستشفيات. ومنذ العام 1990 أخذت شكلاً متميزاً وأضافت أقساماً جديدة وسجلت حضوراً على المستوى الدولي. أهم عوامل نجاح للفرقة الموسيقية للشرطة عبر مسيرتها وتاريخها الطويل هو ما يمتلك منتسبيها من العلم والمعرفة بفضل التدريب المستمر. ساهمت أنا مع أخواني في الفرقة الموسيقية في الحقيقة بتأسيس العديد من الفرق الموسيقية المتخصصة، وكذلك أثرينا المكتبة الموسيقية التابعة للفرقة الموسيقية بالمدونات الموسيقية المختلفة التي قمنا بكتابتها وتوزيعها. بالإضافة إلى ذلك قمنا بتأليف العديد من المارشات الخاصة بالفرقة الموسيقية والخاصة مؤلفات لها طابع معين وخاص. ومع تطوير استراتيجية التدريب واستخدام التكنولوجيا الحديثة وجلب أفضل البرامج التدريبية، حدثت طفرة كبيرة في مجال التدريب شملت مجالات عدة، من بينها اجتياز عدد من منسوبي الفرقة الموسيقية للشرطة دورة تدريبية في عصا الصولجان. بالنسبة حق دورة عصا الصولجان، هي هاي دورة مهمة حق أفراد الفرقة الموسيقية. عدد المشاركين فيها 9 أفراد من الفرقة الموسيقية. هذه دورة مهمة حق الفرقة الموسيقية، قيادة الفرقة الموسيقية قدام الجمهور أو في داخل البحرين أو خارج البحرين. قدمت الفرقة استعراضات متنوعة تمزج بين الموسيقى العسكرية والموسيقى الشعبية البحرينية الأصيلة، بحيث أصبحت الفرقة عنصراً مهماً لنجاح أي فعالية، سواء كانت تعليمية أو ثقافية أو رياضية أو اقتصادية، حيث تغطي الفرقة ما يقارب 96% من الفعاليات. وخلال الاحتفالات الوطنية تشارك الفرقة الناس الفرحة وتحضر بزيها وآلاتها الموسيقية، وهي الفرقة الوحيدة التي تعزف وهي تسير. شاركت الفرقة في العديد من المهرجانات، ومنها مهرجان موسيقى الشعوب في ألمانيا 4 مرات، مهرجان بيرمنغهام ببريطانيا 2 مرات، ومهرجان ويمبلي. كما شاركت الفرقة في مهرجان سباسكيني باشني في روسيا و2 مرات في ميلانو بإيطاليا. وراء هذا العطاء يقف اللواء الدكتور الموسيقار مبارك نجم،
قائد الفرقة الموسيقية للشرطة بسيرته وتاريخه الموسيقي الطويل، حيث كان له الدور الأساسي في مسيرة النجاح التي حققتها الفرقة، إذ أنشأ العديد من الفرق الموسيقية التابعة للفرقة، منها الفرقة العربية وفرقة موسيقى الجاز وأوركسترا وتري وفرقة الفلامينغو، فضلاً عن إنشاء أحدث مركز متطور للتدريب الموسيقي. جعل للفرقة أسلوباً مميزاً وحضوراً محلياً ودولياً مشرفاً، وهو أول من ألف المارشات العسكرية في البحرين، وأسس معهد البحرين للموسيقى عام 2000 ليأخذ على عاتقه تدريس وتدريب المواهب الموسيقية. في البداية خذينا الدورات النظرية اللي هي تربية السمع والهارموني، توزيع الأوركسترالي، منها تطرقنا لآخر شيء اللي هو القيادة، والحمد لله قدرنا نوصل إلى هذه المرحلة في النهاية. عرف الجمهور الموسيقار مبارك نجم ملحنا للأغاني الوطنية القصيرة، حيث لحن حوالي 350 أغنية وكتب العديد من الموسيقى التصويرية للأعمال التلفزيونية، فاستحق وبجدارة العديد من الأوسمة والنياشين، وكان أحد رواد الحركة الثقافية والفنية في مملكة البحرين. وهكذا ستبقى الفرقة الموسيقية للشرطة إحدى رموز الفن والإبداع الوطني في مملكة البحرين، بدورها المجتمعي الفعال وفكرها الموسيقي ومؤلفاتها المواكبة للتطور. فالبحرين المتحضرة ستظل دوما مهد الخير والعطاء والتسامح.